مساكم الله بالخير أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم بالحلقة الثانية من سلسلة مقناص العراق. حلقتنا اليوم أيضا بوادية السماوة، البارحة قناصنا بوادية البصرة، اليوم يعني أمسينا بوادية البصرة قريبين، وإن شاء الله اليوم نطلع نكمل مقناصنا على وادية السماوة. اليوم لقطة حلوة، عندنا البترول هاي من الكويت، واللاند كروزر الجيب من السعودية، والبيك اب ذيك من العراق، واللاند كروز هذه من قطر، يعني اربع دول. ابو رجا صبحك الله بالخير. هلا بالنور، الله يحييك. شلونك؟ يا هلا وغلا. ها جاي تسوين ابو؟ نسوي سندوتشات الحين، حارات ان شاء الله. نعمل. وانك غاد. جبن؟ طماطة؟ اليوم طماطة ساندويتش وعلى كيف. يلا شوف الطريقة. يلا صبعت شوية. شوف 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 الحين بحط زيت الزيتون. هذا سبريز يا زيتون؟ ايه. خش ايدك. تعيش اخوي. هاي الطماطة جبتها وياك؟ ايه. لا لا ايوه. ما شاء الله يا نازل تجازة منك من السعودية. كل شيء الله يكون معك. كانها طماطة الزبير. شوف اخوان تشوف طماطة الزبير السعودية. ايش سخنها بعد. اه يا حبيبي. اه من تخين يا ابو جرة. لا حاضرين. اوه شوف ما افتح بوفية. بوفية الامغر. اه تعال شوف تعال تعال. هذا الشغل. هذا الشغل مو شغلك يا حبيبي. ما جبت معنا بالسيارة هالحركات. حلو. بس ابو عمر اللي. اي لاعب فيه ابو عمر. سخن هذا اللي ابو. ارحب ارحب ابو فارس. حي يا مرحبا والله. الله محييك. يا هلا يا ابو جاسم. فيك اكثر. اليوم قانصين بادية البصرة لو السماوة. كنا على الله. اليوم نريد نتغدى بادية البصرة والعصر نتعشى بادية السماوة. يا الله. ان شاء الله ان شاء الله. يا الله مريد ناصر يعني. وجيه الرحمن ولا قروف؟ والله خالي نطلع من هالحوسة هناك. يلا نقنص. توكل على الله. اه ابو جاسم. حبيبي. والامور طيبة ولنا رفاق البارحة يونا. الله محييهم. اي أيوة والله يونا دولتين ومن غير عندنا قبل دوله صارت ثلاث دول والرابعه العراق. ونعم. ما عليك زود. ونعم والله اتهلها. ما عليك زود. ما عليك زود. والله كريم ترزق الله. الله كريم. حياكم الله اعزائي المشاهدين. مثل ما قال اخونا رحمان الشمري اليوم مقناصنا من اربع دول مجتمعين. شخص خبير بالبر مثل ابو فارس خوينا. ما عليك زود. ما عليك زود. كفو منك.
مقناصي الراد للتمرين، تمرن الطير على اللياقة. يعني أنا بكذا حلقة ناشر لكم التلواح وهواي تمارين ثانية يعني احنا ما نصورها. والمقناص أيضا الراد له صبر، يعلمك الصبر، يعلمك طولة البال. يعني تصدف مرات تقنص من الصبح للعصر ما تعينش، مرات تقعد 10 أيام طيرك مريض، أنت قاعد بس تشتغل على طيرك. لو تطير الحبالي بصفك مالك علاقة بها. نعم. وأنت تدورها بتعب. نعم. إيه تصدف أيام سبحان الله، وتصدف أيام لا والله طيرك مستهيد ولا حبالك طاير يمين ويسار. نعم. يجيك يوم وتذكره بعد 10 سنين ما تنساه. صحيح. إيه والله. صحيح. إحنا الهدف من هذا الكلام إنه نشوفهم إنه الصقارة أو المقناص مو موضوع سهل. لا يعني الناس تستسهله. لا والله هواية متعبة، هي متعبة بس حلوة بتعبها بكل شيء. أي نعم صحيح. يعني يراد لها الصبر، يراد لها طولة البال، يراد لها التمرين. أكيد. وتظل تتعلم. صحيح أبو فارس. أكيد أكيد أكيد. إحنا عندنا فرق، إحنا جاردينو صار لنا وقت مركين عليه الفرخ هذا، طير طيب ونريد نشوفه على قولته مقصاه. ايه. صاد ويانا حد الان ب 12 احبارة صيدات طيبة. طيبة. ما شاء الله. يوم واحد غلطنا وياه، يوم واحد انطيناه زيادة. الطير ترى صيد النفس ما يصيد لك محمد. صحيح. انطيناه زيادة النفس. سبحان الله امس هدينا على احبارة، يوم يوصلها ياخذ منها ريش ياخذ منها ريش ويخليها فزقة. ها. والله. إذا هم الراد دقة. أكيد. دقة وحدة. أكيد. يعني ما لصير طيب وتكرم الطير. لا. ما يعرف. الطير صيد نفسه. الطير صيد نفسه ما صيد لك. لازم دائما أنت على حدة تنطي على حاجته. أكيد. صحيح. الله كريم. الله كريم. اليوم إن شاء الله نصيد ونفيد. إن شاء الله. مغازين لنديرة طيبة. شرب الصيد إن شاء الله. إن شاء الله. لقينا أثر الحبارة. لقينا الحبارة وإن شاء الله. إيه بباي. إيش غاي سالفة؟ ونهد عليه. خليك وياه. إيه. البارح. هل حلوة؟ ها؟ إيه. أي والله. هذا اللي عندنا يدور يدور. إيش رأيته؟ بارك عندنا. شوفوها عندنا يا فهد. يلا إيه. توكل على الله، هذا توكل. يا الله رزقنا به يا رب يا رب يا كريم. هد هد يا الله يا الله يا الله يا الله. جاه 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 علق ريش. جاه 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 ريش ما شاء الله. جاء علق ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. عادي خالي بركة بركة ما شاء الله ما شاء الله. مبروكين مبروك الصيد خالي. بارك في عماركم بركاتكم وطيركم. نرجع ارنمنا يا رجال. ها ما قلت خير ما قلت خير. ارموها حق القدر ارموها ما عندكم مشكله. يلا يلا هلا ابو رجا يلا هات وياها رحمن. حياك ابو طلال. وجه خير ان شاء الله. شوفوا والله صيدين يا صيدين. تعال يا ابو حمد استاهل خير طول عمرك. الثاني 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 الثاني. صدنا الحبارة الاولى وهسه جاي نتبع اثر ان شاء الله. اكو ثاني ان شاء الله. ارسل ابو فهد. هاي رحمن راح يقص الاثر وانا راح اتبعه. طبعا اخوان هذا صيد الحباري تتوقعونه سهل، قص اثر وتبعه. يا
يعني شغلتها مو سهلة. أبو فارس. لا طقة واحدة. ما جربتها. طقة واحدة غيرها ماكو. هذا كادم هذا الشغائر له. تمام. إيه ماله وين حلك وين؟ طلع الطائرات قدامك. يمينك يمينك طلع الطائرات يمين. فوق الموتر يمين. حرب القمة شفتها شفت. إذا شفتها بعد إحنا مضبطين أمورنا. خالد تثبتهن. إيه شفت شفت خلت عليه يا ربني وكان. يا الله. اثنين ها؟ ثلاثة. ثلاثة ما شاء الله. مو هالزينة حبالي تصير وقعت على يساري لحد على يساري. حبالي تصير وقعت على يساري. بعدين حبالي وقعت حبالي وقعت. بطيرها طرفانية. ماكو يا رب راح ما خليت على يساري بس يدير عليها الحبالي. مضبوط مضبوط خالد مضبوط واقفين واقفين وقفوا يا الربع وقف حياك ابو فهد عندي حياك ابو رجل انت على وراك اظهر لي وراك روح روح واحده بنا وقعت حولي بخبر والله ما شفتها وين بشر علوم طيركم خالد لا يروج فوقنا وغطي الطارق طارق على يساري وقعت هاي طارق عندنا وقعت ربعنا صادوا الله يبارك في عمرك حرس الحبار الثانيه الحبار الثانيه ما لحقنا نصور لان راكدين على الحبار الثنتين اللي هناك الحبار طارت الحبار طارت عند ربعنا ذوليك في سيارتهم وهم تابعين ما شاء الله يا رحمن ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يورد عليها يورد يورد ابو فارس التربيل ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله والله شوفه انا شوفه شوفوني يا عيال شوفوه اشوفه والله مرتفعات شوفوا طيري ما شاء الله علقه 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 ما شاء الله علقه بنجوم تبارك الرحمن ما شاء الله علق فوق بس معلق بس ما ما شاء الله ما شاء الله مباركين مباركين كازاخستان كازاخستان كيزد كيزد ايه وعليها تلفون اماراتي هلو موجود تلفون ايه الامارات ايه والله يجزاهم خير هالامارات دعم عندهم دعم لا محدود المحافظة على احلى طير في العالم الحباره الله يمسكم الله بالخير اعزائي المشاهدين وصلنا للمكان مراحنا الليله طبعا اول هدد صورت لحقت عليه والهدد الثاني والثالث ما لحقت اصوره هذا ابو جوري وانا ابو جوري حياك الله ابو جوري ابو جوري استثنين الله يبقيك بس اثنين اليوم ابو جوري حياك الله ابو جوري شرفنا والله شرفتونا ونستونا الله شرف راسي والله الله يسلمك اي والله الله شوفتكم وتفرحنا الله يطول عمرك الله يسلمك انت اكبر اكبر من الكلام الله يسلمك والله الله يسلمك من طيبك الحمد لله فكنا الله ان شاء الله الحمد لله الحمد لله ايوه الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين شوف تصوير ضبابي صار هذا صيد اليوم فوق مرحبا بك يا العسكري سهل الصيد سهل الخير هذا صيد حطاب ايه أكبرهم وهذا صيد مشوه اي نعم وهذا صيد الجولدن طير بناصر ما شاء الله تبارك الله تستاهلون الصيد جميع خير هذه الطيور الحمله كلها صايده اليوم ولله الحمد الحمد لله ما شاء الحمد لله الحمد لله خالق اعطينا موجز اليوم فك صدنا والله اليوم الحمد لله فضله من الله وتوفيقه الحمد لله لقينا احبار اول الصبح حد عليها ابو حمد ايه طيره وصاد الحمد لله ايه وعقب طارن عن خوينا ثلاث حباري جميع ايه ايه هدينا الطير راح صاد واحده طير بناصر وثنتين مخامير نعم
دقيقتين عزلنا على الطير، رجعنا ندور الحباري ما في حباري، وندورها وقصينا ثرها هريب وضربت شدد وعاد ما عاد لقيناها. اي والله. وعقب قرصنا وعيننا وحده، تعطلت اول شيء عندنا سياره من سياره ربعنا. الحمد لله. الحمد لله. وقبل المغارب عيننا وحده، هدينا عليها حطاب طير ابو فهد العبودي. نعم. حدد عالمي فوق. نعم. اي والله وصاد واستانسنا، صيدنا اليوم ثلاث وثنتين ضيعناهم ما هدينا عليهم. ما شاء الله. والله ما تقريبا شيء. جواك الله بالجراح. الله يقويك يا هلا وغلا. يبي نضبط حمام يا ابو. ان شاء الله حمام اليوم. ايه حمام غلي كهل ان شاء الله. مين الحمام منه؟ السعودية من القصيم. ما شاء الله. يعني يوم عشانه من القصيم. من القصيم الى البصرة. البصرة تعيش فوق. حياك. نورت البصرة. الله ينور وجودك يا رب. ثوم بصل ماكو ثوم بصل وفلفل حار وتشوف بعد شوي تصوير هنا هذا الحمام شوف الشحم شوف الشحم شوف 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 الشحم شوف الشحم يا سلام يا سلام يا سلام طالع الشحم طالع الشحم يا والله هذا الشحم شوف زغالين زغالين شوف زغالين بس زغالين زغالين وقت تمام سنين زغالين عندك مخبوط البهارات كاملة حوزة كاملة هسه وصلنا لمرحلة التمن رز الرز كيف بلشنا تمن وتنكبنا تمن رز رز هذا القدر يكون من الصين تفكير ايه تفكير هلا فتحت انت فتحت خلينا نروح البنزين والله بارد مو هذا عادي هذا كان في حمامة عشت اخوي عشت لا ان شاء الله لنا رده عليه لنا رده هذه مقطوعه العمر هذه مش كثر قصيناها يا ربع لا تبدا ايش يلا يلا نشام نشام يلا يلا رحمن يلا تعال